وللمزيد حول الفوضى الأمنية التي تشهدها ميسان بعد موجة الاغتيالات الأخيرة وتداعياتها على المشهد العراقي، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيدة ركن حاتم الفلاحي. أهلا وسهلا بكما. البداية ستكون معك العقيد حاتم الفلاحي، يعني اغتيال عنصر آخر من الميليشيات الموالية للصدر في ميسان، ماذا تعني عقيد حاتم هذه الاغتيالات في هذا التوقيت على صعيد المشهدين العسكري والأمني؟ تفضل. دعني أقول في البداية بأنه إذا أردت أن تعرف من يدير ويحكم المعادلة في العراق عليك أن تنظر إلى ما يجري الآن في محافظة ميسان. الصراع هو صراع ما بين الميليشيات، والميليشيات هي من تحكم الوضع الأمني في العراق، وهي من تحكم بقية التفاصيل سواء كانت عسكرية أو اقتصادية. في البداية دعني أتكلم عن الوضع العام في المحافظات الجنوبية قبل هذا التصعيد. تفضل. فأقول في الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الحوادث التي أشارت إلى أن سلاح العشائر هو أقوى من سلاح الدولة، وهناك نزاعات كثيرة بين العشائر في هذه المحافظات وخاصة في محافظة ميسان، بحيث كانت المواجهات العسكرية تؤدي في كثير من الأحيان إلى قطع الطريق مع بغداد، وكانت القوات الأمنية تتدخل كواسطة للصلح وليس لتطبيق القانون، وهذا ما صرح به رشيد فليع عندما كان يشغل قائد عمليات البصرة، وكان يتكلم على أن هناك سلاح أقوى من سلاح الدولة بكثير. يضاف إلى هذا بأن سلاح الميليشيات في هذه المحافظات هو أقوى بكثير من سلاح الدولة، لذا فالانفلات الأمني نراه بأنه هو سيد الموقف، لأن هناك انتشار للسلاح المنفلت وخاصة سلاح الميليشيات المسلحة التي تدعي الحكومة بأنه جزء من القوات المسلحة، والحقيقة بأنه خارج سيطرة الحكومة بالكامل سواء كانت سرايا السلام أو سواء كانت العصائر. يضاف إلى ذلك بأن هناك عصابات للجريمة المنظمة، وهناك انتشار لتجارة المخدرات وهي محمية بالكامل من الميليشيات ومن العصابات المسلحة، وجميع هذه الفئات فشلت الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية في مواجهتها. يضاف إلى ذلك بأن تجدد مسلسل الاغتيالات اليوم الذي قال عنه الكاظمي بأنه لن يسمح بعودته بعد مقتل الهاشمي فشل فشلا ذريعا في إيقاف هذا المسلسل. والدليل على هذا بأن ما يجري الآن من اغتيالات في ميسان هو مسلسل يجري بدوافع سياسية، وهو رسالة واضحة لجميع الأطراف بأنكم في مرمى النيران الخارج عن سلطة الفكرة. عن سلطة الدولة. سأعود إليك، أرجو أن تبقى معي عقيد ركن حاتم الفلاحي، ريثما أنتقل بالسؤال إلى ضيفي عبر سكايب من إسطنبول أيضا الأستاذ حسين سبعاوي. يعني أستاذ حسين، كيف تقرأ تصريح الصدر حول استقرائه حربا شيعية شيعية جنوبية العراق كما قال؟ ما خطورة هذا النزاع والصراع الحاصل بين الأطراف السياسية وخصوصا الميليشيات في العراق؟ تفضل. يعني الصدري يدرك ما يقول أنه الصراع هو ليس شيعي شيعي، بينما هي ما بين الميليشيات وأحزابها. هذا النوع من الصراع هو صراع سياسي حزبي، هذه الأحزاب لديها أذرع عسكرية وبالتالي الصراع فيما بينها وليس مع الشعب، لكن استطاعوا أن يزجوا حتى صراع العشائر للميليشيات لها دور فيه، لأنه أبناء العشائر أكيد الكثير منهم قد انضم إلى هذه الميليشيات وهم جزء من هذا الصراع. أنا أعتقد هذا الصراع هو على حساب الدولة وليس على حساب أحد، هذا أولا. ثانيا، الذي يدفع ثمن هذا الصراع هو الشعب العراقي، لأنه نتائج هذا الصراع أو ما يعكس هذا الصراع هو تدهور الحالة الأمنية، بمعنى أنه أيضا تدهور الحالة الاقتصادية للمدينة، قد يجوز يبدأ عملية تهجير ونزوح إضافة للدماء التي تسفك. هذا كله سببه أيضا الدولة، ضعف الدولة أمام هذه الميليشيات هو السبب، وتتحمل الدولة مسؤولية أي نوع من أنواع الصراع داخله. لماذا لم تتصارع العشائر سابق ما قبل 2003 ولم يحدث أي امتلاك للأسلحة وسفك دماء وقطع طرق؟ لأنه الدولة قوية، فهنا السبب الرئيسي الدولة كلما كانت ضعيفة سيكون ضعفة على حساب الشعب وليس على حساب أحد. نعم.
مرة أخرى إليك قد ركن حاتم الفلاح، يعني دعوة الصدر للميليشيات إلى التصالح والأخوة على حد تعبيره، إلى أي مدى يعني أن الأمور دخلت مرحلة حرجة؟ تفضل. نعم، حقيقة أنا أستغرب من هذه الدعوة، لأنه هذه الميليشيات هي تحتكم إلى المرجعية، سواء كانت هذه المرجعية سياسية أو مرجعية دينية، والجميع يعرف بأن هذه الميليشيات مرجعياتها دينية، ولكنها تختلف في مسألة الولاء. هناك من له ولاء خارج الحدود، ومن ضمنها الميليشيا العصائب يعني التي تأتمر بأمرة الإطار التنسيقي الآن. أما بالنسبة للصدر فهو معروف بأنه مرجعيته تختلف عن بقية المرجعيات الأخرى، لأنه نحن نتكلم عن ميليشيات حقيقة متعددة الولاء في العراق. يضاف إلى ذلك بأنه هذه الدعوة ليس لها قيمة على أرض الواقع، يعني عندما يشكل الصدر الآن يشكل لجنة والعصائب تشكل لجنة، إذن أين الدولة؟ أين الحكومة؟ أين الأجهزة الأمنية؟ إذن نحن نحتكم إلى سلاح الميليشيات ونحتكم إلى ما تقوله الميليشيات حتى في هذه الخلافات. وهذا إشكال كبير جدا، بأن الدولة في العراق تحكمها الميليشيات، وهذا ما يجب أن يعترف به الطبقة السياسية. عندما تصل الاغتيالات إلى السلطة القضائية فهذا يعني أن الفشل الأمني للأجهزة الأمنية هو بشكل كامل، ينعكس على جميع الأجهزة الأمنية اللي موجودة. يضاف إلى ذلك بأنه ما يجري الآن من اغتيالات هو نتاج للخلافات السياسية التي بدأت تدخل إلى مرحلة دموية وعسكرية تستخدم فيها السلاح بهذه الطريقة. إذن هي للضغوطات السياسية ما بين الأطراف لكي يتوصلوا إلى شروط مناسبة، وأنا أعتقد بأنه يجب أن يتجنبوا الدم العراقي في هذه المساومات السياسية، ويجب أن يحتكموا إلى طريقة أخرى للتوصل إلى اتفاقات بدون أن يصل إلى مسألة الاغتيالات التي يمكن أن تشعل فتيل فتنة يمكن أن لا تنطفئ في المناطق الجنوبية. سأعود إليك أقدركم حاتم الفلاحي، ثم أنتقل مجددا إلى الأستاذ حسين سبعة. أستاذ حسين، يعني إلى أي مدى تعتقد بأن الصدر من الممكن أن ينسحب من المشهد بسهولة دون أي تصعيد عسكري أمام ما يبدو أنها مؤشرات لضعف موقفه سياسيا وعسكريا كذلك؟ يعني تقصد ينسحب من المشهد السياسي أم من هذا الصراع اللي موجود في مدينة العمارة؟ أنا أعتقد إذا كان من المشهد السياسي لا ينسحب الصدر من هذا المشهد إطلاقا. نعم، لأنه هو كتلة الفائزة وسوف يخسر جمهوره وحاضنته الكبيرة. أكبر حاضنة في المناطق الجنوبية هي للتيار الصدري، إذا ما انسحب بعد فوز فإنه سيخسر الكثير. أما الانسحاب من هذا الصراع داخل مدينة العمارة أنا أعتقد سوف يتمدد. الصراع له جذور سابقة وليس فقط الخلاف السياسي الأخير، لأنه أصل القائب هي وفصيل أو شطر شقة من جيش المهدي، فخلافهم هو يعني قديم. والصراع معلومة اليوم الذي لا يسميه هو صراع ما بين العصائب وما بين أتباع التيار الصدر. هو هذا لحد الآن، هذا الصراع محكوم بين هذه الطرفين، لم يدخل طرف ثالث إليهم، لم يتحالف مع طرف آخر أي جهة أخرى مسلحة. ولكن هذا الصراع علينا أن ندرك أنه العصائب كانت جزءا من التيار الصدري وانشقته، وبقي الخلاف ما بينهم تحت الرماد. الآن بدأ يتفجر هذا الخلاف. الاغتيالات، اغتيالات سواء للجهات الامنيه والسياسيه القضائيه مدري ايش، هذه لا يمكن تنتهي ببوس لحه وما الى ذلك. هذه يجب ان تنتهي بحلول اما الدوله تفرضها او احدهما يقسم الموضوع على حساب الاخر. هذا صراع دموي، هذا سلاح، ليس بالطريقه اللي احنا نصورها خلاف سياسي وامور ممكن تنحل في جلسات حوار. الأمر ليس بهذه الطريقة، خصوصا مناطق الجنوب مناطق عشائرية، وحتى أبناء تيار الصدر هم من هذه العشائر، والعصائب المنتمين لها هم أيضا من هذه العشائر. وأعتقد اتساع رقعة الصراع سيكون على حساب المنطقة المدينة، ورجح عندي رأي أجد الراجح أنه سوف يتمدد إلى مناطق جنوبية. لأنه في مدينة الناصرية موجود التيار الصدري وموجود العصائب، كذلك في مناطق يعني الكوت وفي بصرة ومناطق أخرى، ففي كل مكان موجود هذا النوع من الصراع. نعم، لكن عقيد حاتم، يعني أين الحكومة والسلطات الأمنية في العراق بما يجري؟ وكيف تسمح بعمليات الاغتيال وتهديد الأمن والاقتتال في العراق؟ من الحكومة تأتي
يعني بإجراءات بعد أن تقع هذه الجرائم، ثم تقول سنقوم بمحاسبة المقصر. ولكن دعني أقول بشكل عام يعني وخاصة في مدينة ميسان، تفضل. هذه المدينة يسيطر عليها التيار الصدري منذ فترة طويلة جدا، تعاني من الفقر، تعاني من عدم توفر الخدمات، تعاني من انعدام الأمن بشكل كبير جدا، وما يجري هو خير دليل. هناك تصفية حسابات سياسية، هناك قضايا سأر مؤجلة، هناك سيطرة للعشائر، جرائم بدون رادع، هناك تراخي أمني. ما يجري نستطيع أن نجمله بدوافع سياسية وعشائرية وشخصية. إذن أين الأجهزة الأمنية من جميع هذه الإشكالات المتواجدة في المدينة؟ هناك غياب تام لمؤسسات الدولة، لأنه من يحكم هذه المدينة تحكمها الميليشيات. والدليل على هذا بأنه حتى الآن عندما يقولون التيار الصدري يشكل حكومة أغلبية، إذا هو فشل في إدارة محافظة كيف له أن يقوم بإدارة بلد على هذه الكيفية وعلى هذه الوضعية؟ هناك إشكال حقيقي في أنه هذه الميليشيات هي التي تعدم الأمن، هي التي سبب رئيسي في عدم توفر الخدمات، وهي تتعامل مع الناس على أساس حزبي وعلى أساس طائفي حتى ضمن المحافظة الواحدة. والدليل على هذا بأنه عندما خرج الحراك التشريني في المناطق الجنوبية لم يستثني أحد من هذه الميليشيات، وإنما اتهم الجميع بأنهم هم سبب رئيسي فيما يجري في المناطق الجنوبية من تخلف وما إلى ذلك. فلذلك نرى بأنه مؤسسات الدولة مغيبة تقريبا بشكل كامل في المناطق الجنوبية، والدليل على هذا ما يجري هذه التصفيات التي تجري بلا حسيب ولا رقيب. سأعود إليك بسؤال أخير سيد حاتم، ابق معي على أي حال. مجددا إليك أستاذ حسين، يعني ماذا عن دور إيران فيما يجري؟ إلى أي مدى تتحمل مسؤولية هذا الاحتراب الحاصل بين الميليشيات؟ يعني هو كل ما يجري في العراق تتحمل إيران مسؤوليته، لأنه هناك الهيمنة الإيرانية على العراق واضحة لا تخفى على أدنى مواطن، الهيمنة السياسية والهيمنة العسكرية والهيمنة الاقتصادية، فلإيران دور كبير. وأعتقد هي دائما سواء لأحد الأطراف للضغط على التيار الصدري، هذا وارد جدا، لإفشاله في تشكيل حكومة باعتباره هو الفائز، لأنه قبل أيام كان قاآني، أو لحد الآن أعتقد قاآني موجود وتفاوض مع التيار الصدري أو مع مقتدى الصدر شخصيا، ولم يحصل على ما يريد إليه، أو يعني لم يكن يعني يحقق أهدافه من زيارة مع التيار الصدري. فبالتالي إيران لها دور كبير في الصراع في العراق، وخصوصا في صراع مدينة العمارة، لأنه لو لم يكن لها دورا هذه الميليشيات والقوى السياسية التي تحميها لكان يبرز دور القوات الأمنية، لكان يبرز دور الحكومة، لأنه هذا النوع من الصراع لو حدث في مدينة الموصل لكان القوات الأمنية حسمته خلال لحظات، لو يحدث في مدينة الرمادي أو صلاح الدين كان حسمته خلال لحظات، لكن لأنه في تلك المناطق حلفاء إيران موجودين وهي داعمة لهم، فبالتالي الدولة ضعيفة ومهيمنة عليها إيران، فمن الصعب أن تتخذ قرار في هذا الصراع. إليك مجددا أستاذ حاتم، يعني سيد حاتم، هذا الاحتراب الحاصل إلى أي مدى يؤكد أن الميليشيات في العراق فقدت قيادتها ومرجعيتها المركزية، وكذلك يؤكد أيضا عجز قآني عن لعب دور سابقه سليماني؟ نعم، قد تكون بعض الميليشيات قد فقدت يعني جزء من سيطرتها على هذه الميليشيات، ولكن أنا أقول بأنها تستعيد سيطرتها على هذه على الشارع من خلال ميليشياتها المتواجدة في هذه المحافظات، فلا زالت المرجعيات الدينية هي التي تسيطر على الصراع في هذه المناطق، لأنه ما يجري الآن يعني حقيقة هو تنفيذ لأجندة بقوة السلاح المخفي لهذه الميليشيات، الذي يعمل بصورة علنية وبصورة سرية، بحيث تحول الولاء للطائفة وإلى الحزب وإلى المرجعية الدينية. هذا الأمر طوب مؤسسات الدولة بشكل كامل وحولها إلى مؤسسات إقطاعية وطائفية تعود للحزب والطائفة وللمكون، والآن ما يجري هو تصارع على النفوذ والسلطة حسب حجم هذه الميليشيات، الأمر الذي أدى إلى تدمير جميع مؤسسات الدولة العراقية وحولها إلى دولة فاشلة تحكمها الميليشيات. فلا سطوة للدولة على هذه الميليشيات، وما يجري الآن في جنوب العراق من تصفية حسابات هو جزء من هذا الصراع الموجود في العراق الذي فشلت في الدولة في السيطرة عليه أو حتى في إيقافه. فهناك تخندق ومن الطائفة الواحدة، وهناك الآن تكريس
لطائفية النظام السياسي والانتخابي الذي جرى في العراق، لأنه النظام السياسي في العراق هو الذي جعل الأمور تصل إلى ما وصلت إليه الأمور الآن من اقتتال داخلي ضمن الطائفة الواحدة. الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام عقيد ركن حاتم الفلاحي، كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في سؤال أخير إليك أيضا أستاذ حسين، يعني ماذا إن تراجع الصدر خطوة للوراء؟ كيف سيكون شكل الحكومة القادمة في العراق وسط دعوة للتصعيد الطائفي والحزبي وكذلك التلويح بسلاح الميليشيات للسيطرة على عموم البلاد؟ يعني أنا لا أعتقد التيار الصدري سوف يتراجع. التيار الصدري ليس علاوي عندما فاز ولم يسمح له بتشكيل حكومة. التيار الصدري يمتلك أكبر ميليشيا ولديه شرعية داخل العراق باعتباره فائز بالانتخابات، فأي تراجع سيكون على حسابه وحساب جمهوره، وهذا ما يريده الأطار التنسيقي لإفشال مشروع التيار الصدري، لأن التيار الصدري يريد أن يكون، أو مقتدى الصدر شخصيا يريد أن يكون هو الرجل الأول لدى المكون الشيعي، ومن يريد أن يأتي بطريقة تابع وليس شريك. أصل الخلاف ما بين الإطار والتيار هو هذا، المقتدى يريد أن يأتوا تابعين لا شركاء، وهم يريدوا أن يكونوا شركاء، هو لا يوجد منع منهم عليهم من تشكيل حكومة، لكن يريدهم بهذه الطريقة. فهو مشروع مقتدى الصدر أن يكون هو الرجل الأول لدى المكون الشيعي والبقية أتباع، وهذا الخلاف أعتقد سيؤدي إلى مزيد من الصراعات ومزيد من الخلافات. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.